ان البصل اليومين اللي فاتوا معظم تنظيم زراعه يا استاذ سهل. طيب ما انا بسال تنظيم زراعه انا بسال انت انا بسال انا عاوز اقول لحضرتك حاجه بس ما انا بعد الزراعه هنعملها هلا يعني انت دلوقتي المشكله عندنا في مصر ايه؟ لما سلعه بتزيد سعرها الكل يبقى تكاتف ويزرعها تمام فبالتالي بيحصل عليها زياده العرض بتاعها بيبقى ياما خدت بالك والطلب بسيط طيب فبالتالي كيف السبيل كيف السبيل لترتيب هذا الموضوع بص حضرتك احنا مثلا السنه اللي فاتت صدرنا حوالي 500,000 طن بحوالي 180 مليون دولار برضو خلي بال حضرتك ان الصادرات المصريه بصفه عامه والصادرات في اي حته بتعتمد على الدول المنافسه يعني مثلا السنه اللي قبليها كنا مصدرين 700,000 السنه دي كنا 500,000 السنه اللي قبلها كانت 700 السنه دي 500 ليه او اللي هي الفتره اللي فاتت دي علشان الهند طلعت كميات ضخمه من الهند واصبحت تنافسنا في عمليه البصل بدات البلاد العربيه تزرع كل هذا الكلام يعني انت لما بتيجي بتصدر سلعه الظروف بالظبط الظروف المختلفه مع البلاد المنافسه لك دي عمليه مش بسيطه يبقى في دراسه اليات السوق لا بس المناخ يا فندم زي مثلا القمح السنه دي أيوه. هل ممكن نتخيل القمح السنه دي يجيب 10 ارداد ما هو عشان مناخ أيوه. وكان بيجيب السنه اللي فاتت 16 و15 و17 يعني كلها عمليه مناخ ما تقدرش انك انت تلوم اي حد او تقدر انك انت ممكن ايه زي البرتقال قعد 3 اشهر ممتاز هذا العام وبدا السنه دي ينزل سعره لجنيه ونص مثلا وبدا ب 3 جنيه و4 جنيه يعني انت عمليه عرض وطلب ما تقدرش انك انت تتحكم فيها بالدرجه لكن انت بحافظ على حد معين انت بقى الشطاره بتاعتك انك انت تفتح بلاد تروح افريقيا تفتح بلاد تروح جنوب شرق اسيا امريكا فتحناها كندا فتحناها عمليه صح اهم شيء بقى تحافظ على اللي انت بس كده طب لا ما انا عايز اقول لا ما هو علي النائب قال حاجه جميله جدا قال جميل